بركات الصاحب الجدع، مرسي الزناتي الطالب المشاغب، وسلطان الأخ الكبير اللي ساب كل الناس بتضحك وغفلنا وهرب فجأة. برنامج لك يا سيدة. يا ستة أنا عاوز ابني. ستة أنا عايز ابني؟ أيوة. مين اللي بيغنيها دي يا ستة؟ أبو مرسي حرام لك أبو مرسي. روحه الحلوة وخفة دمه كانت بتجبر كل اللي حواليه إنه يتعلق بيه. كان معروف بين جمهوره بسلطان الكوميديا وملك الضحك. كنت انا وعادل واحنا عيال صغيره كنا سوا في ثانوي في المدرسه الثانويه، فكنا كانت الناس ما تقدرش تستحملنا شقاوتنا، بس كان ساعات بيستحملونا عشان دمنا خفيف، انما يعني لو ما كناش مثلنا كان زماننا في السجن. سعيد صالح من مواليد محافظه المنوفيه سنه 1938. معركه ايه اجرك الله. وممكن نقول ان القدر جمعه مع حسن يوسف علشان يكتشفوا ويمتعنا بأعماله. وانضربت طبعا. قدم خلال مشواره الفني أكتر من 500 فيلم وأكتر من 300 مسرحية، ده غير عشقه للغنى. ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياق. قلبه الأبيض ما ظهرش على الشاشة بس، ده كمان كان مع أهله اللي قالوا عنه سعيد صالح الله يرحمه. اول حاجه هو كان شخص طيب جدا جدا، وده كان من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي حلوه قوي، وكان برضو من ضمن المواقف ان هو كان دايما راضي، كان عنده نعمه الرضا، ده حاجة مهمة في حياته وأنا اتعلمتها منه. عايزاكم كلكم تدعوا له في ذكرى وفاته، إن ربنا يرحمه ويغفر له، لأن سعيد صالح هيفضل في قلوبنا كلنا وعمرنا ما هننساه، لا أنا ولا جمهوره. وفي صباح يوم الجمعة 1 أغسطس 2014 غاب نجم كبير في سماء الفن وساب جرح كبير في جبين الكوميديا.